عمي بالنسبة لهاي الازدحامات والبنيان العشوائي هذا قصدنا مو؟ نعم الانفجار السكاني اللي موجود يعني احنا ممكن بعد 10 سنوات نصير 52 مليون. انا من مواليد 39 39 ايش قد شفت بالحياة؟ اي واي واي احنا ساعة منطقة بالمشخاب منطقة الشرش. نعم كل من عنده 10 مشاهد 7 مشاهد يمكن الاولاد او عياله تصير ما يحتاج لا ولا ولا هاي. نعم انعدم الفلاح انعدم فرد ما ماكو لا اثق بالله موسم الكلب دينار واحد ما حصلنا سدينا المخازن. شنو السبب؟ ما يكفي الكيمياء وغالي يعني. ابو سجاد انتم تحتاجون دعم حكومي؟ ها؟ تحتاجون دعم حكومي بكل تاكيد. دعم حكومي اي زين احنا ما لحد الان بريمه لحد الان اثق بالله وبرسوله لا خلينا جميع محافظات صار بالنجاح هاي قبل وهسه نفس الشيء. ها من قبل ولحد الان هو نفس الشيء لحد الان بريم. طيب وموجودين منطقه الشرش وبقيت سوت هسه اولادي شردت للتجاوز جيراننا شردت للتجاوز صار الزحام بالتجاوز. احسنت نقطه مهمه انه بسبب ماكو خدمات اضطر انه يروح يقعد بالتجاوز مدعومه بزراعته وميه حتى شارع ما يطير نمشي للفادنا نطلع مايل.